احنا متابعين، احنا النهارده عند محل اللورد، النهارده الاسعار بدا معانا من اول 10 جنيه. ركزوا معانا، كوتشيات ب 10 جنيه والعرض اللي قدامنا ده 25 والعرض ده هيكون ب 50 جنيه. انا هوريك كل حاجه ان شاء الله النهارده في الفيديو. يعني هنبدا معانا بحاجه زي كده ب 25، كنت مصوره لكم المره اللي فاتت 50، الحاجات دي نزل سعرها هتبقى ب 25 جنيه، حاجه زي كده. بصوا في منها الوان على فكره دي، بصوا اي قطعه فيهم دول هتبقى ب 25 جنيه. انا شايفه من دي بقى موجود منها الوان كتير، معانا صندل زي كده برضو، ده برضه هيبقى ب 25 جنيه. حاجه شموع زي كده برضو، بصوا حاجه زي كده برضه هتبقى ب 25، حاجه زي كده برضه هتبقى 25 جنيه. بصوا حاجات زي كده برضو 25 جنيه. بصوا الصنادل دي برضو بقت ب 25، كل اللي بوريه لكم ده عرض ال 25، والكوتشيات بقت ب 10، هوريها لكم برضو دلوقتي. بصوا الصندل ده بقى اللي موجود منه موديلات كتير، يعني ده 25 جنيه موجود منه الوان، الزهري بتاعه تحفه، كل ده 25 جنيه. شايفه منه الاسود والزهري والابيض، يعني بصوا الابيض بتاعه كمان بس ده موديل مختلف، كل ده 25 جنيه زي ما انتم شايفين كده. السليبرات اللي زي دي برده بقت ب 25 جنيه، السليبر ده 25 جنيه حلو جدا ده 25. الشوز ده برده كان ضمن عرض ال 50 المره اللي فاتت، دلوقتي بقى ب 25 جنيه، هوريكم عرض ال 50 وال 10 برده معانا. بصوا الصندل ده عمال اقول لكم فيه الوان منه كتير، بصوا فيه منه كمان المستردة والكشمير وده ب 25 جنيه. بصوا شوز زي ده برضه هيبقى نفس العرض، بصوا هو الطبق بس كده من ايه؟ حاجه زي كده هيبقى 25 جنيه، ده فلاتات يا جماعه، كل ده كان عرض ال 50 المره اللي فاتت، بصوا ده 25 جنيه، هوريكم عرض ال 50 هناك برضه كوتشيات. بصوا انا اللي بيجي قدامي وريهولكم، يعني ده شفناه منه سليبرات وصنادل ب 25 جنيه، في السوارات اللي زي دي برضه ده نفس عرض ال 25 جنيه زي ما انتم شايفين، كل ده عرض 25، هوريكم برضه عرض ال 50 معانا. بصوا 50 حاجات زي كده، ده 50 جنيه اتفضل، حاجة زي كده هيبقى ب 50 جنيه، حاجات زي كده برضو اللي هي البرنيت دي اللميع دي برضه هتبقى ب 50 جنيه، حاجات دي لوكسيات ما فيهاش غلطة يعني، حاجة زي كده 50 جنيه، حاجة زي كده برضو نفس عرض ال 50 جنيه. أنا عايزة أقول لكم ال 50 عرضه تحفة، وفي هنا شوزات شايفة منها ألوان شيكة هوريها لكم برضو. بصوا يعني ده ب 50 جنيه برنيت، يعني لو بتجيبوه من اي مكان تاني استحاله تجيبوه السعر ده، ده ب 50 وفي منه الوان، يعني بصوا ادي لونين ده ب 50 وفي لون كمان اهو، ده في لونين تانيين. بصوا هوريكم دلوقتي، بصوا الشوز ده عايز اقول لكم كل درجات الوانه متاحه، تراجع الشياكه، بصوا الدرجات الوانه يعني القافيه والكشمير وابيض في احمر وكحلي في ابيض، كل ده هيبقى ب 50 جنيه اي شوز من دول، درجات الوانها تحفه، بصوا الوانه اهي شياكه. بصوا الكشمير بتاعه تحفه، كشمير في ابيض وده برده 50 جنيه والاحمر في ابيض تحفه ينفع مناسبات قوي، وفي كمان اسود فرصاصي يعني ده هتلاقوا منه تشكيله كبيره جدا وكل ده يبقى ب 50 جنيه، وفي منه كمان لون كمان جراي في اسود الشياكه دي، كل ده هيبقى ب 50 جنيه بس، اي شوز عالي من دول بصوا تحفه 50 جنيه. انا عايزه اقول لكم ده اللي موجود منه كميه والوان كمان، معانا ده برده نفس عرض ال 50 شياكه قوي. انا عايز اقول لكم ده في منه الوان كتير، اللي هو ده شايفه منه الوان، يعني بصوا القافيه والكشمير وفي اسود في الوان تانية كتير، وده نوع تاني جلد تاني فيرنيل اللي هو الشموه ده ب 50 برده. بصوا حاجه زي كده برده نفس عرض ال 50 حلو قوي ده 41، يعني في مقاسات كبيره يا جماعه مش كلها صغيره، كل ده هيبقى ب 50 اللي انتم شايفينه ده اللي احنا شفناها نص جلد ونص فيرنيل، شياكه جديده قوي دي، بصوا نص ونص وعامله برده 50 جنيه. في كوتشيات برده، الكوتشي ده هيبقى برده نفس عرض ال 50 جنيه. كل دي تصفيات يا جماعه، يعني ممكن تيجوا تلاقوا الموديلات دي وتلاقوا موديلات ثانيه باسعار بس كلها بتتراوح برده من 25 50 في الحدود دي، حاجه زي كل التصفيات بتبقى موجوده على طول. ده برده هيبقى 50 بالوانه بقى، انا شايفه الكوتشيات هنا بدرجات الوانه، بصوا 50 جنيه بالوانه. انا عايزه اوريكم ال 10 عشان ادخل برده جوه اديكم فكره على الحاجات الموجوده في الفاترين. جينا هنا بقى الكوتشيات، الكوتشي جميع الالوان ب 10 جنيه، كوتشي ب 10 جنيه هوريها لكم برده. بصوا كل الكوتشيات دي اي كوتشي فيهم هتاخدوه ب 10 جنيه بس، يعني بصوا كوتش زي كده ب 10 جنيه يا بلاش، مش مستاهل اصلا تمن خياطته ب 10. في منه اشكال يعني شفنا الفيله وشفنا ده برده ده هيبقى ب 10 جنيه، في معانا برده اللي هو المنقط ده،
بصوا لنفس 10 جنيه برضه هتاخدوه بعرض ال 10 جنيه عرض على اي كوتشي. وفي الابيض زي كده برضه 10 جنيه. في كميات يا جماعه منها وكلها فيها منها مقاسات كمان. وعايزه اقول لكم في الشنط هنا ده عرض برضه ال 50 يعني. تابعوا لاخر الفيديو هقول لكم برضه. تمام انا اكدت لكم عليها دي سعرها 50. بصوا الشنطه زي كده 50 جنيه. الحاجات دي لوكسيات يا جماعه برضه تصفيات لوكسيات. بصوا ب 50 جنيه باشكالها كل موديل بالوانه. حاجه زي كده برضه 50. في حاجات صورناها قبل كده وفي حاجات جايه جديده. حاجه زي كده برضه 50 جنيه دي جديده قوي. دي بالوانها برضه هتبقى ب 50 بالوانها يا جماعه. في الساده منها وفي اللي هي اللي عامله زي الجلد النمر كده. كل ده 50. بصوا حاجه زي كده برضه نفس عرض ال 50 جنيه. كل ده 50 زي ما انتم شايفين. بصوا هنا برضو شنطه شنط كمان الوان 50 جنيه. اي شنطه من دول هتاخدوها ب 50 جنيه. بصوا حاجه زي كده 50. الحاجات دي يا جماعه مش الورق مش الجلد اللي يقشر. الحاجات دي لوكسيات. بصوا الشنطه دي تحفه ب 50 جنيه ال في جي حلوه جدا. والوانها هتلاقوا في منها الوان عشان كل ستاند موجود منه موديلات والوان حلو قوي. والديور دي برضو نفس عرض ال 50 جنيه. بصوا اللي وراها مختلفه يعني كل ما هتقلبوا هتلاقوا موديل مختلف عن الثاني. وكل ده نفس عرض ال 50. الحاجات كلها في اكياسها. بصوا الحاجات كلها مكيسه. كل ده هيبقى ب 50 جنيه. عايزه اوريكم بقى زي ما اتعودنا هنا الباترين. انا عايزه اقول لكم الشنط بتبدا هنا من اول 25 جنيه. هوريها لكم برده بس انا هاخد لكم فكره كده عن الباترينه واللي موجود فيها زي كل مره. تابعونا لاخر الفيديو. بصوا معانا هنا عرض الهاب بوتات ده 150 جنيه شغل لوكسيات اللي انتم شايفينه ده بالوانه. ومعانا برضو حاجات زي كده ب 140 جنيه. بصوا اللي انتم شايفينه كل ده ب 140 جنيه. معانا حاجات تنفع سواريهات ومناسبات 135 جنيه اللي انتم شايفينها دي بالوانها. كل حاجه درجات الوانها موجوده. الفلاتات دي لسه موجوده. في حاجات موجوده والباترينه بتتجدد على طول. حاجات زي كده برضو هتبقى ب 100 جنيه اول مره نصورها. والحاجات المطعمه خش دي تحفه يعني حاجه شيكه كده دي هتبقى ب 100 جنيه بس. شكلها حلو جدا جدا. ونكمل معاكم برضو كده زي ما انتم شايفين حاجات شموهات زي كده تبقى ب 125 بالوانها كلها. ومعانا برضو الحاجات الكعب دي انا بديكم نبذه استحاله اجيب لكم الباترينه كلها يعني اللي بيجي قدام عيني. الحاجات جوه كمان اللي معلهاش عروض اسعارها حلوه بصراحه. وانا بحب اصورها لكم على طول علشان الاسعار بتبقى مناسبه جدا حلوه قوي قوي. وعلى طول بتتجدد يعني كل ما باجي بلاقي موديلات مختلفه والباترينه مرصوصه رصه مختلفه بموديلات جديده. كل ده برضه هيبقى ب 100 جنيه زي ما انتم شايفين. شغل الفلاتات كله موجود. انا بديكم نزله سريعه عشان اوريكم الشنط كمان الموجوده هنا. بصوا دي 65 جنيه حلو قوي قوي. الفلاتات دي شكلها شيك جدا. دي معانا حاجات برضه فيردي زي كده ب 100 واللي ورا الكحلي والاسود دي 150 وبقيت الوانها اهي 150 ودي ب 100 جنيه. كل ده فيردي جلد مقلوب يا جماعه. بصوا كل ده يبقى ب 125 زي ما انتم شايفين. 125 اللي انتم شايفينه ده. بصوا معانا فلاتات 75. انا عايزه بس الف كده اوريكم ستاند الكوتشيات سريعا. بصوا بقى هنا الكورنر ده كله كوتشيات زي ما انتم شايفين واسعارها حلوه جدا برضو. يعني معانا فلاتات هنا اسعارها بتبدا 100 جنيه. انا شايفه 100 في حاجات 100 وفي حاجات 125. كل دي فلاتات بناتي شكلها حلو جدا جدا. بصوا الهاف ده برده ب 125 هاف بوت زي كده. في شوزات زي كده برده ب 135 و 125 الهاف ده برده شغل عالي جدا جدا. انا حبيت اديكم نبذه سريعه بس على الموجود في الباترينه. بصوا ما شاء الله الباترينه كبيره فاستحاله هجيب لكم كل الموجود فيها زي ما انتم شايفين كده. انا هاجي برده اوريكم عرض الشنط. الشنط بادئه معانا سعرها من اول 25 جنيه زي ما انتم شايفين كده. الشنط اللي هي البرميات اللي زي كده كل ده 25 والسواريهات برده 25. انا شايفه بصوا في شموه زي كده برده 25 جنيه. في منها زي كده 25. في اللي هي السواريهات دي برده هتبقى نفس عرض ال 25 زي ما انتم شايفين. في حاجه جديده زي كده ماتريال عالي 120 بالوانها. بصوا بالوانها 120. انا عايزه اقول لكم الستاند ده فيه كميه موديلات 100 كتير جدا يعني هتشوفوا كل حاجه مكتوب عليها السعر ان شاء الله. الحاجات دي انا صورتها لكم فبحاول اجيب لكم الحاجات اللي ما اتصورتش. يعني حاجه زي كده شياكه وحجم وشكلها حلو جدا. دي هتبقى ب 100 جنيه برده زي ما انتم شايفين. اللون الذهبي بتاعها جديد جدا يعني قليل لما تلاقوا موديل. وعايزه كل مره اقول لكم هنا بيتميزوا بالالوان الكتير جدا يعني كل حاجه ودي جديده قوي. كل حاجه هتلاقوا فيها ما يقل عن 6-7 الوان يعني. حاجه زي كده برده 135 بدرجات الوانها كلها. بصوا ما شاء الله كام درجه لون ليها.
شياكه بجد، الذهبي بتاعها تحفه 135، والاحمر يعني الالوان اللي ما بتلاقوهاش في الشنط هتلاقوها موجوده هنا 135 برضو. بصوا اللون السيلفر برضو 135. كل اللي انا بحاول اجيب لكم حاجات ما صورتهاش قبل كده، والمسكارف دي كانت موجوده برضو قبل كده فانا مش حابه انوه لكم عليها، اللي متابع الفيديوهات هيعرف ان احنا صورناها قبل كده كتير. والشنطه دي برضو اتجددت تاني 195، ما كانتش موجوده بقى الفتره دي، بقت موجوده حلوه جدا. السوارهات دي اللي نازله جديده في المكان 250. اي سوارين من دول اللي هي دي زي ما انتم شايفين، دي سواريه، واللي هي دي كل ده 250 جنيه. وفي اللي هي دي قطعتين برضو 195. انا بحاول اديكم فكره سريعه بس عن الشغل الموجود في المكان، استحاله اجيب لكم المكان كله. في 150 برضو هنا حاجات زي كده، 165 حاجه زي كده. ومعانا برضو باكات، والشنطه دي تحفه، انا صورتها لكم المره اللي فاتت حبيت اجيبها لكم تاني، شكلها حلو جدا جدا. يعني انا بحب الستايل ده في لبس الشنط قوي، بيبقى شيك جدا في اللبس، شكله حلو قوي. دي حاجات ينفع امهات زي كده برضو 100 جنيه بالوانها برضو يا جماعه. بص انا بحاول اوريكم، بس وفي حاجه زي كده ام كي دي 100 جنيه، والباكات دي 140. كل حاجه هتلاقوها مكتوب عليها سعرها، بصوا بالوانها، بصوا دي ب 140، كل ده ب 140 زي ما انتم شايفين. هنا احنا بدأنا النهارده معانا اسعار الكوتشيات والشوزات من اول 10 جنيه، والشنط عندنا 25 جنيه. الاسعار دي مش هتلاقوها في اي مكان تاني، وعمال انوه ان التصفيات دي بتتجدد، يعني ممكن تيجوا تلاقوا الموديلات دي وتلاقوا موديلات تانية، بس بنوه برضو ان الاسعار بتتراوح من اول 10 جنيه لحد 50 جنيه في التصفيات، ما شفتهاش عليت عن كده قبل كده ما صورت هنا. احنا موجودين فين؟ احنا في محل اللورد في قلب جراج العتبة. بصوا ده الجراج بتاع العتبة، هو موجود في اول دور تحت. تيجوا ازاي؟ تركبوا مترو تنزلوا محطة مترو العتبة وتخرجوا من الشارع اللي انا بعمل لكم عليه زوم ده عند الشجر ده، ده بمحطة مترو العتبة. اول ما هتخرجوا هتلاقوا على طول السنترال هنا على الشمال، والجراج على اليمين على طول اول ما تخرجوا من شارع المترو. المحل موجود في قلب الجراج في الدور الارضي. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.